استقرار مجتمعي هو الاستقرار والأمن القومي في أبعاده الشاملة. حقيقة مآرب شعبنا واكتفائنا وذاتيتنا الإنسانية. ضيوفنا الكرام من هيئات رسمية. الفساد وتعزيز قيم النزاهة. يعني تكريسا طبعا للتصدي لهذه الظاهرة وهي أولوية للتغيير المنشور أبعاده طبعا وهي كثيرة حتى الفساد الذي يتهم نشرك الجامعة أن نعيد الأمور إلى هذا المنبع المتعلم. طبعا فيما يلي ندعوكم لمتابعة وثائقي المرأة كاملة طبعا ولا أدل على هذه خاصة في مجال مكافحة الفساد وأخلقت الحياة الإنمائية دورها في اتخاذ القرار للتصدي للفساد. جمعت كل الأطراف أو كل